للحقيقة والتاريخ بدي إلكن، بدي أقول لكل اللبنانيين، قبل ما يكون في مارون الراس وبرج البير والخيان، كان في عين الرمانة وبلا والعشرفية نحن القوامة، نحن بيا وإما وولادا وأحفادا، هيك كنا على مر التاريخ وهيك رح نبقى إلى أبد الأبدين. أرادوها مواجهة فلتكن إن لبنان وطننا وفيه باقون. ويسألون بعد أين القوات اللبنانية؟ أنتم الجواب الذي يدوي فقولوا نحن هنا. نحن هنا. إن هذه الأرض لن تبخل بالسنابل والرجال كما دائما، إن هذا الإنسان لن يركع كما أبدا. إن القوات اللبنانية باقية هي مقاومة دائمة في سبيل لبنان. كنا وسنبقى مع مبادئ الوفاق الوطني، لكننا لا نقبل ابدا ما هو حاضر. اننا لابد واصلون الى اهدافنا، فنحن قوات ولبنانيه، نحن قوه في العقيده، عمق في الايمان وصلابه في الالتزام.